العمل الجماعي اما يجي يقول كلام زي الناس لا ولا لا يجي يستقف ويجدد فيها. يا هاني يا هاني يا هاني لا تستبرر اللي عندك. اذا عندك شيء تبغى تجي تعال، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني اسمع الكلام هذا يا هاني، لو متسابق منهم قلت له كلمه واشتكى عليك عشان تكونوا في الصوره، ما يبقى يوم واحد في البرنامج. وصلت الصوره لما هذا اللي نبغاه دائما يجرح فينا. هذا هو يسمعني جالس يبرر. بيض الله وجهك. واحده من الثنتين يا هاني، يا تجي تلبس اغراضك الحين وتجيني تاخذ المايك، هذا اللي نبغاه، وتبرر وتتكلم. نعم، ولا لا تغلط على احد. بالضبط، هذه دائما دائما ابو كاتم يستنى. انا اقولها لكم الحين، وهذا هاني يسمع في كل الشباب بروفايلك من يوم رايح، اذا بيطلعون عليكم شيء يا يطلعون باثبات او ما يطلعون. بالضبط، هذا اللي نبغاه، هذا اللي نبغاه.